كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلمة تونس، عسلمة قروين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 بالنسبة لليوم على امتداد 120 دقيقة في تونس، الإذاعة الوحيدة وهي زادة الحصة الإذاعية الوحيدة في تونس المختصة في حواراتنا وتحقيقاتنا تكون صحية طبية بامتياز، وهو القائل إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم. إلى المعاش العلماء التونسي عبد الرحمن ابن خلدون. تتسويت سومير في شيفر سانتي باش نحكي لكم على تقرير منظمة الصحة العالمية. الكورونا تتراجع في العالم باستثناء هذه المناطق. في كواد نيف سانتي باش نحكي وزادها على اليوم العالمي الدولي من كل عام كما اليوم لاحتفال لغسل اليدين. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا بعد شوية في سانتي 5.0 في ساعتنا الأولى. في ساعتنا الثانية حديثنا حول مرض الكحلي، عافانا وعافاكم الله، الأعراض، كيفية الوقاية والعلاج. دكتور نيسان الكيفي باش يكون حاضر بحضنا بعد بشوي. الو دكتور سينو، من توا حتى النص نهار انتم تسمعوا في 93 الإذاعة القائمة وين للصحة بامتياز مباشرة من استوديوهاتنا على 93 سينو على 3W راديو الحياة فام .net. كل عادة نعود ذكركم في الو دكتور بارسين من 11 حتى العشرة، من 11 حتى نص نهار بليتو سامحوني. باش يكون ضيفنا اليوم طبيب أخصائي في العيون وهو دكتور كيفية نيسان، وحديثة ما حول مرض الكحلي في الو دكتور. الو دكتور، الكورونا يتراجع في العالم باستثناء هذه المناطق حسب تقرير الصحة العالمية، هذا موضوعنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة لفيروس كورونا مستمر في التراجع عالميا خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة أن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة في الأسبوع الماضي، ويتراجع 17% و3% خلال الأسبوع على الترتيب. إلا أن المنظمة أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو ثلث في إفريقيا وبنسبة 13% في الأمريكتين، كما نوهت إلى وجود قفزة بنحو 70% في الوفيات المسجلة في الهند بالرغم من أنها أرجعت ذلك إلى تأخر الإبلاغ للتفشي الجديد للمرض. وكانت سلطات جنوب أفريقيا عن الأسبوع الفارط أنها لاحظت ارتفاع في عدد حالات الكوفيد وأرجعته للمتحور BA4 في سلالة الأوميكرون، لكنها أوضحت أنه من سابق الأوان القول ما إن كان ذلك نتيجة موجة جديدة للمرض أو لا. ورغم أن النسخة الجديدة من أوميكرون تبدو أكثر انتشارا وعدوى من أوميكرون نفسه، فقد قالت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل هناك بعد على أنها ستؤدي لارتفاع كبير في عدد إيداع المستشفيات والوفيات. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم، أهلا بكم الناس كل على راديو الحياة فام. دكتور نيسان كامل كيفي طبيب مختص في جراحة العيون باش يكون ضيفنا بعد بشوي. ألو دكتور، سينو باش نحكي لكم على تخوازيام كونغري ناسيونال جيراتري في تونس، هذا في أجندا سانتي. أجندا سانتي، هذا باش يكون بتاريخ 21 و22 ماي 2022 بأحد النزل الخاصة في تونس، هذا فيما يخص ثوازيام كونغري ناسيونال دو جياتري من تنظيم السوسيتي تونيزيان دو جياتري. هذا زاد باش يكون مع اسوسي او ثوازيام اوروميد جياتريك ميتينغ والدوزيام رونكونتر تونيزي وبلج دو جياتري. تنجموا تقراوا اكثر التفاصيل باللين تلقاوه على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. هذا فيما يخص ثوازيام كونغري ناسيونال دو جيراتري من 21 حتى 22 ماي 2022 بأحد النزل الخاصة بالحمامات. أهلا وسهلا بكم الناس كل على راديو الحياة فام من توا حتى نص نهار توما تسمعوا فينا في سانتي 5.0 المجازين. الموسيقى اللي كنتوا تسمعوا فيها على 93 سينو على 3W راديو الحياة فام .net. سانتي 5.0
كل من تعرفوا على المرض هذا وكل من تعرفوا على الأعراض متاعه هذا تنجم تكون على المعالجة متاعه أسهل وأصح. هذا فيما يخص مرض الكحلي. بيش يكون حديثنا مع دكتور نيسان طبيب مختص في أمراض العيون. في ألو دكتور. ألو دكتور. تونس والعالم يحتفلوا باليوم العالمي لغسل الأيدي. هذا وأكثر بيش يكون موضوعنا في كوادنوف سانتي. كوادنوف سانتي. يحتفل العالم الدولي في 5 ماي من كل عام باليوم العالمي لغسل اليدين تحت شعار تطلق منظمة الصحة العالمية نظفوا أيديكم لإنقاذ الأرواح. وتحتفل تونس بدورها بهذا اليوم العالمي، وتدعو المنظمة الصحة العالمية في هذا اليوم العالمي نظافة الأيدي اللي يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى، وتحث المنظمة على دعم أفضل لممارسات غسل الأيدي. ويبلغ متوسط الالتزام بأفضل ممارسات نظافة الأيدي 9% في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مقارنة بنحو 70% في البلدان ذات الدخل المرتفع. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن النظافة المناسبة لليدين تحول دون حدوث ما يصل 50% من العدوى اللي تتنقل أثناء تقديم الرعاية الصحية ويمكن تجنبها. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع يصاب 7 مرضى من كل 100 مريض بعدوى واحدة على الأقل مرتبطة بغسل الأيدي وبرعاية الصحية في المستشفيات، ترى حالات الحاد مقابل 15 حالة لكل 100 مريض في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومنها بعض البلدان في أقاليم إفريقيا اللي نعيشوا فيها اليوم. هذا فيما يخص كوادنوف سانتي. أهلا وسهلا بكم الكل على راديو الحياة تفا. كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى. عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية. تسألوه وتستفسروا معاه وضعيتكم الصحية. ملا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة FM في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم. صحتك بالدنيا.